بالمبدا نحن بنعرف انه كل الدول بتشتغل على الامن الغذائي وسياده الامن الغذائي. نحن بلبنان للاسف ما في كان شغل خلال عشرات السنين لدعم هذا القطاع وتطوير هذا القطاع حتى يكون قطاع منتج ويأمن المنتجات الزراعية وأيضا الصناعات الغذائية الكافية في لبنان. نحن بنعرف أنه نسبة الاستيراد كبيرة فيما يخص الصناعات الغذائية وفيما يخص المنتجات الزراعية بفصول كثيرة نحن بنستورد، وأيضا نحن دولة مصدرة، ولكن هذا التفاوت هو مؤشر أنه عدم استقرار الأمن الغذائي بلبنان. نحن بنشوف أنه تأثر الأمن الغذائي بلبنان خلال هذه المرحلة من خلال ارتفاع سعر صرف الدولار، لأنه ما عدنا عندنا القدرة أن نستورد المنتجات الزراعية وأيضا الصناعات الغذائية. ومنشوف نحن كمان مؤشر آخر أنه اليوم صار في رغبة بالتصدير بمواسم الذروة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا يثمر عليه. لذلك نحن بنشوف 2020 صار في نسبة النمو 21%، هذا مؤشر أنه نحن بدأنا نوسع أراضينا الزراعية اللي هي توسعت 6000 دونم أرض بال 2020، متوقعين 2021 يكون 10000 دونم أرض، وأكيد هذا من ضمن مخطط أو من ضمن خطة وزارة الزراعة واستراتيجية وزارة الزراعة توسعة الأراضي الزراعية. ايضا في دعم هناك بالمشروع الاخضر، احنا عم ندعم اللي هن بدهم يستصلحوا اراضي ولكن بمبالغ محدده، صغار المزارعين ومتوسطين المزارعين، ولكن احنا عم نشجع كل المستثمرين يستثمروا ويستصلحوا مساحات شاسعه من الاراضي، لانه هذا بيخلي انه يصير عندك زياده في الانتاج، وايضا بظل هذا الوضع بيكون نحن عم نخفف من الاستيراد وايضا عم نزيد من نسبه الصادرات. بنشوف نحن انه المؤشرات اللي هن متناوله هن هودي المؤشرات واضحين انه نحن بدانا انه نزيد نسبه، ولكن هذا الشيء بده سنوات. اليوم نحن بس نقول بدنا نزيد نسبه الانتاج، كان بالقطاع الزراعي كان بالقطاع الحيواني وكان بكل القطاعات الزراعيه اللي هي منتجه، هيدي بدها سنوات حتى نكون نحن عم نمشي بنفس الوتيره، وايضا نكون مامنين دعم للمزارع حتى يستمر انه عم بينتج وعم بيصدر حتى يكون عم بيصرف هذا الانتاج، حتى يكون في شيء عامل مشجع. نحن بنعرف كلفة الانتاج كتير ارتفعت بلبنان، يمكن عم تشوف انت بالمرحلة الأخيرة ارتفاع الأسعار المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، ولكن نحن لو استوردناها هي ذاتها هيدي حتشوفها مضاعفة أسعارها بالأسواق اللبنانية. لذلك لو انه ارتفع السعر شوي نحن فينا نكون عم نحافظ بمرحلة من المراحل انه نكون عم نزيد انتاجنا، قد ما ارتفع هو أرخص ما أنه نحن نستورد هذه المنتجات.